Vegas. Give it up for Khayal, motherfucker! وعايز اسمع دوشة عالية لعلي ويزي! وعايز اسمع دوشة عالية لمينا كابوس! اهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج يا تراب يا كبوس! يا تراب يا كبوس! تعالوا نشوف ايه سبب الباتل دي من الاصل. قول له تاني عشان هو مش عارف بيقول ايه ممكن اخليه ساكن النهارده ويخسر برضه 300 جنيه. نادر سينس. عايز اسمع دوشة عالية نادر سينس. ملك ولا كتابة؟ ملك ولا ازرق ولا اسود؟ ازرق ولا اسود؟ ازرق ازرق ازرق. ابيض عليك ولا عليك؟ ابيض عليك يا بابا. اسود؟ ماشي. مع دخلتك؟ مساء الخير يا شباب. اولا مساء النور. النهارده يا اولاد درسنا عن الخوالات، ولما نذكر الخوالات لازم نذكر فرغلي، ولما نذكر فرغلي لازم نذكر النفاق. من النفاق انك في اول حلقه في البرنامج كنت واقفني زي الفان مع كل بار عاش نادر، وفي الضهر نادر موظف، فكوني موظف في الراب فانا جاي امسح اسمك من السجل يا معرس. كون انك تذكرني الفات اللي انا ما كنتش موجود فيها فبتفكرني بالشرموطه اللي بتعرض نفسها للرجاله عشان تتناقش. تمام. نظراتك في الباتل كانت بتفكرني بالمره الحيه، حياتي ابيض يا طارق لو خليجي شبك يقول لك ايش لحيه البحث. نص الناس صحابك بيعرفوا لك رغم انهم ما يعرفونيش. كل ما قابل عيل زيك يقول لي اني فين. طب انا فين؟ ليه ما بتكسبونيش؟ فكك من تنطيط والهري يا خوال، احنا مش في سيرك، اعتبره مش كلام، اعتبره هيت شوت في دماغك يا عيل. ما تبقاش بيضان بقى، انا مش محمود حسين يعني. نادر سنس فيرجن يا انت عسل، انت كلب. صدقني بعد الباتل دي ما تخلص مش هبقى. المهم اكبر مني سنا، بيراب بقاله كتير بيتخدع. المشكله انك جايب صحابك عشان تتانكوا السم الكاسبه. دوقتك في الباتل كل حاجه. ايه رايك في طعم الخساره؟ 11 سنه راب وعامل 8 مواقع ومعرفناهوش الا لما جه قعد مع صار. كاتب في البيو علي السماعات على الاخر. فاكس يا عم، احنا لو علينا السماعات على الاخر ودانا هتجيب دم. مش كفايه ان احنا بنشوفك لايف بالسم الارض؟ مره شغلت تراك عندي ليه على السماعه، السماعه من 13 خطوه. ممكن يعمل اي حاجه ان شاء الله، يصور تيزو على النت عشان يجيب كام لايك. طب اديك فوق الفلوس ملايين وتبطل تهبد على المايك. توصل لدين حصانك بطل هبد، نطلب منه يراب يوم يراب. احا يا اسطى مين خوال ده؟ عايز اتفرجش حاجه اللي بتساوي. ودلوقتي فرخالي هيرد مع دخلتك. انت عيل عيل يا لورد، ايه ما تديني ام الكلام ده؟ انت قايل ان انا جاي ابدل يوسف جوكر، مين الواد ده؟ قشطه ماشي، دوبليرهات يعني وكده. حلو يابا الكلام ده، بس برضه في دوبلير فغالي هنا، خد الواد ده. قشطه ماشي، فغالي هيهزك. انت جاي تبدل جرب ولا برضه يوسف؟ حلو ليك، انت ممكن تكون فغالي بس ناقصك بس دقني وتوكي. انا هحاول ابدله، هحاول اعتبر ان هو يوسف جوكر. بص يا شيخ، فرغالي عمره ما هيهدى حتى لو ركبوه في مليون استبلايزر. انا كلامي داخل عليك متظبط، مش محتاج الاوكلايزر. انت عيل فاشل ليك، انا بحط عليك انت وكل اصحابك عشان انا لوحدي يا يوسف شوكر تايفر. انت كنت هتشحن لولا ظبطتك الاستوديو فايتر. طبعا ممكن ناس تسال هو ليه فرغالي بيقول الكلام ده؟ انا اقول لكم ليه انا بشتم يوسف جوكر على الكلام اللي انا سمعته من لسان الواد ده. راح قال لي يوسف جوكر على كلامك، قال له انا راح ابات الفرغالي. انا الفرغالي مين الواد ده؟ قال له يا اسطى فرغالي بلاكس. الله الواد ده قديم، حلو الواد ده.
قال له يا استاذ انا هاني كاريرو. قال له مين؟ فرغالي. مين الواد ده؟ انا عايز اعرف ايه دين ام الحشيش اللي بيعمل دين ام الكلام ده. يا شي انا بديك كل بنش في صدرك تحس ان انا مايك تايسون. كل اصحابك لما بيشوفوني بيرجعوا ورا ويلبوا مايكل جاكسون. فرجالي بيحط عليك يا شي ممكن يخلي كل الناس تغني معاه حتى لو قاعد يقول اها اها اها. لكن انت يا شي من بعد ما شفنا الباتل بتاعتك انت امره قلت صراحه لودي جبتان نيك دين ام مسحها. انا مش محتاج حتى ان انا اتكلم عشان ابين ان انا كسبان. انت عيل بدون وكل الناس عارفه ان انت الكلام عارف كل الكلام. انت يا شيء تعبان في دماغك. بص يا شيء انا بقول له الكلام ده كله حد حد لو انا بعلي السماعات على الاخر فانا هخليك برضو تجيب الدم من ودك ومن تيزك النهارده. راوند بي نادر سنس هيرد مع دخلتك. هو في العادي فرغالي فخفخين يفك شعره ويبقى سلكه على الفيسبوك كاتب انا اترقيت في الشغل بقى اخوى الموظف في الشركه. تمام. حلو. ملاقاش حاجه في رابي فقال لما يتريق على لبسي في تراك ليه على الساوند بينيك في نسوان فبيداري ضعفه الجنسي. اوعدك اي مرض نفسي هيبقى يجيلك باسمي. انا لو جبت حد يعد بنشاطي هخلي ايده انفينيتي. احكي لكم قصه مختصره عن حياه الشاب. لو جبت حد يعد لك بنشاطك هيرفع لك ده. سمعت مره ان مفيش عميل في فودافون بيقول له ممكن اساعدك بقى. سمعت ان العميل قال له هات لي راجل اكلمه يا خاور. تمام. شفني في الباتل وانا بعمر عليك سلاح. انا بجيب لك موسى سام من بسبنت الاعداء. هو بيحب يبقى بسبنت. يعني مش كفايه ان انت بتاع عصير. انما اخويا ده دي موسى سام ده اصلا. ماشي مش موضوع. مش كفايه ان انت بتاع عصير كمان كواد. احا الدق الدق الدق. اوه لا لا اوه. كل ما اخش عنده على الساوند اسال احا ايه الصوت ده. ولما حد يقول لك انه سد مع سلك اقول له نادر سنس كان معدي صدفه. تمام. بيتهم ان محمود بيروح البيت الساعة 12 بالسم الهبل. امال مين خلص الباتل بتاعته الساعة 9 ونص وجري على البيت يا خاوي؟ ماشي. فرغالي وحادي الخلية اللي ممكن من غير تراب يتدفن اتهم ان محمود بقر عشان محمود في الباتل نطر عليه لبن. فرحان بشوية الراب اللي بيعمله مقتنع بنفسه وكده. كل شوية محمود الابيض محسسني ان انت قصوم من ايجر. عايز اسمع دوشة عالية لنادر سنس. ودلوقتي فرخالي هيرد بعد خلتك. انا عارف من زمان ان انت فيك يوسف جوكر بس الصراحه في الراوند دي انت كنت فيك عطوة. اه يا دين امك شغال في فودافون فما تستغربش لما تلاقي اللي جاي اقوى. البراءه دي ما بتتفهمش بيحتاجوا شويه عقبال ما يفهموها. لكن برجاتك بنت بنتك بيت كل الناس لسه بيسمعوها بيتعلموها بيحاولوا ازاي يكون بضان زيك وبيفكوها. انت فيك يوسف جوكر وفيك ويوسف عشان يوسف جوكر اصلا فيك. اسمع الكلام ده يا شيخ عشان بحط عليك. انت عيل بالنسبه لي كل بنشطك بيض في بيض. ادام انت جبت سيره محمود حسين اوعى تعمل زيه اليوم التاني وتهرب من البيت. لابس ازرق وازرق فاضلك على اكس ان اكس اكس. ايوه يا شيخ انت دلوقتي بتتاج من البي ال اكس. فرغالي بيحط عليك ومفيش اي كلام بيظهر العكس. لما ببص البوش دين امك الصراحه بعرف انت بعرف. سيبك من دي. في الباتل اللي فاتت قلت ان انا روحت الساعه 9 بالعكس انا روحت سكرت مع الواد ده فعشان كده انا عارف ان انت بتحور. عايز امسكه من وش دين امه زي مصطفى لبيب ما عمل في محمد هنيدي اقول له بوش دين امك دي منظر خلقه تتصور. انت بالنسبه لي عيل نيجا. انا ابيض من بره بس من جوه نيجا. حتى اسال صاحب النيجا لما كان هيمسك صاحبك في الباتل ويضربه بس انا قلت له خلاص يا شقيق تعال خوالك فما تعملش فيهم كده.
فرغالي بيحط عليك، فرغالي بيحط عليك مش لسبب الاهانه، احنا مفيش بينا منافسه اصلا، انا بس واخده كبش فايده عشان اقول لاي حد انت متنكة في السين ده لو جه قدامي انا هعمل فيه كده. يا انت بتحب يوسف جوكر؟ بيحب يوسف جوكر وعطف، اقول لك يلا روح نادي السينس اللي انت شبه نجا. انت كل كلامك مش كل كلامك بالظبط عامل زي جسمك مش متناسق. بلورد كان بيحرصك في البدل اللي فات كنوع من التواطؤ، قال لي اسكت بالله عليك بالله عليك ما تكلموش، سيبه عشان يعرف يفكر، عشان الكلام ده عشان كل اي حاجه بعملها بتخش من بطنك وبتطلع من راسك. يا شيخ انا بالنسبه لي مفيش خساره في البدل، انا بخسر بس لما يقولوا كان في بينهم سن التفكافه. قال لك لو عديت البنشاب بتاعتي هعمل صباعك انفينيتي. ثانية واحدة اقول لك بنشيل ليه في البدل اللي فات؟ يلعنكوا السم الخرق احد انت نمرة، يلعنكوا السم القرف. خلاص عشان الخرق خلاص السم. عايز اسمع ده مش عارف فرغلي. ودي اخر راوند هيرد فيها نادر على فرغلي ما دخلتك. ماشي يلا، ده انت اكبر كدبه في التاريخ انك فريستايلر. ازاي بتتهم محمود انه محضر وانت قايل بره عن وجود سايكس، وسايكس ما كانش موجود اصلا. ماشي هقول لك لقطه احلى، شوفني في الباتل وانا بكلم محمود فقال صور صور دي يا اسطى، هجيب لك لقطه هشك وكرسان بيرفع لك برين برين عشان تقفل الكاميرا. هديك بس يا لك هديك بنشاط عن بعدك عن الايمان وعن دينك. على فكره هو ليه اعمال اخرى غير الراب؟ طب فيها جميل تمام. صوت ماشي. دايما تكتشف ان نادر زلزل زعلك في حاجات كتير. على فكرة هو ليه شبيه اسمه ليدك يعني الزب الصغير. فرحان ان هو بيراب وبيجيب حبة فيوز، هبديك على وشك بالبنش زي مع الحاج رفعت بيديك على عينك في الفلوس. حبيبي يا اسمك اسمك عندي فرقة وسلكة وفخفخينة ما شاء الله. قلت له انه شرموت اسبق شرمطه وعمل عمل الباتل بيت فيه صدق. دي اخر راوند وانا واثق ان خارج كسبان. صوت يا شباب. فانت بتكسب بشويه المعرصين بتوعك وكام لايك اللي بتجيبهم على الفيسبوك يا خريان، فانا هديك بانشوت تخلي ودنك تتخرم. بيتريق على القافيه بتاعتي وهو بيقول لي محمود يا ابن المرأة اللي بانشوتك طالع من ورا. ستوب عايز اسمع ده مش عارف انا ازاي. دي اخر راوند هيرد فيها فرغلي على نادر. بعد دخلتك بس ارجعوها شويه على اسم الناس الجيم دول. انا هغني الراوند دي بالصوت ده نظرا لان الناس بتنفعل، فانا قررت اني اهدى. عايزين نطلع ميتين ام نادر سينس. عايزين نطلع ميتين ام نادر سينس. قشطه بس واحده واحده. انا شيء مش محتاج ثلاث راوندات بعد اذنك، اي خوله هجيبهولي المره الجايه خلينا اخش بس راوند واحده. اقول لكم على نقطه جامده ليه؟ نادر سينس مصاحب واحده. انت شيء فيك وكل الناس الكلام ده عارفه في السين. ادام انت جبت سيره نسوان وجبت سيره الدقش انا هضطر للاسف ان اجيب سيره الدقش. وليه يا حبيبتي مصاحبه ليه؟ على ايه؟ قال لك ان هو هيتجوزك، قال لك استناكي شويه عشان حد ما يجهزك. الدقش خد يا عزاك عشان الواد ده بيتناك. انت مش لسه قايل الكلام ده وقلت له ما تقولوش في البدل اللي هناك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بس ما علينا، كل الكلام بتعرص وبتحاول تقلدني. يا شيء جه منك زيك مليون مره ومحدش فيهم عارف يغلبني. قال لك انا يا شيء هحط عليه في البدل دي واثق ليك ان انا كسبان وكل حته هتسمع. قول لي يا شيء بعد اذنك لو انت واثق ان انت تكسب في البدل دي بعد اذنك ليه عمال بتدمع؟
بيقرا يا جدعان، بيقرا يا جدعان عادي، ما تبقوش معرسين. لابس كاب الجيش وهو عنده بيصاب في الفدين. بابا شغال في شركه ومعاه فلوس كتير نيك. الصراحه يا صاحبي الكلام ده مش لايق عليك، ممكن تقول الكلام ده للنسوان؟ عشان قادر بالنسبه لي كل الكلام ده فيك. انا بحط عليك فهطلع ودانك من الاثنين شرايز زي ما النسوان بتحط عليك. انا ساعات بعطل في اخر بانش عشان بالنسبه لي ببقى مخلصه من اول راوند. انت بالنسبه لي يا صاحبي في سوق العبيد ما تسواش حتى ولا 2 باونس. مؤاخذة يا صاحبي. المهم يا صاحبي انا اللي زيك مش فارق معايا، مش عايز اشوفكم او بقوم كاسر اللينس. ما عرفش ان هو ممكن يخسر البدل دي فعلا. نادر السنس، نادر ما عندوش سنس. بس يا صاحبي عادي، كل الناس دي بتروح وتيجي، مستنيين ايه من واحد بيك اسمه بالكامل نادر جلال المليجي؟ عايز اسمع دوشة عالية للاتنين. صحاب عادي. كده تكون باتل فرغلي ونادر خلصت. هاشتاج راب اور داي، هاشتاج يا تراب يا تموت، هاشتاج اوعى فرغلي على اليوتيوب راب اور داي.